بودكاست قصة غنية. قصة غنية لليوم وحدة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأغنية بعنوان هان الود. ما كانت هالأغنية مجرد أغنية عاطفية، لأن لامست وجدان عبد الوهاب أول ما إراها، واتصل بالشاعر أحمد رامي ليبلغ موافقته على تلحينها وغنائها بنفسه، وظلت الكلمات عالقة بباله بعد ما حفظها عن ظهر قلب، واختلى بنفسه ومعه آلة العود، وبعد أيام قليلة انتهى من اللحن، وتعمد أنه يكون معبر عن شموخ المحب بعتابه لحبيبته، وكيف أنه بكابد ألام الفراق ليكون واحد من أروع الألحان اللي أبدعها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. هان الود هالأغنية تعتبر لحظة فارقة بحياته، لأن جمعت قصة حب انتهت بزواجه من السيدة نهلة القدسي، وكانت من أشهر زيجات الوسط الفني بهداك الوقت، وعاش الحبيبان بأجواء شديدة الرومانسية، وباتت حبيبة العمر ملهمة الموسيقار في إبداعه الفني ليبلغ ذروة النجاح والشهرة كمطرب وملحن، وينال التقدير والتكريم بسائر أنحاء العالم العربي. ما كان بيتوقع محمد عبد الوهاب انه يمر بتجربة الفراق وينفصل عن زوجته نهلة، اللي ضل خلافهم لغز حير كل المقربين منهم حتى وفاتهم اتنيناتهم. بهالوقت ارسل احمد رامي هان الود، ووجد الموسيقار ضالته بكلمات المعبرة عن محنته الشخصية. شاعر الشباب احمد رامي كما كانوا يسموه كتب حصريا لمنافس ام كلثوم، وعلى الفور قام محمد عبد الوهاب بتلحينها وغنائها بدون ما يعطيها لمطربه المفضل وابن الروحي عبد الحليم حافظ، ولكنه اراد انه يوصل عتابه لمحبوبته اللي افترقت عنه. وسمعت نهلة القدسي تغريدة محمد عبد الوهاب من خلال هالأغنية، وأدركت أنه عم بيغني هان الود لإلها، وعم بيوجهها لإلها كرسالة عتاب مفعمة بالحنين ومشاعر الحب، ورق قلبها لكلمات الأغنية، وتلاشت سحابة الخصام العابرة، وعادت من الأردن بعد ما تركت محمد عبد الوهاب وعادت إلى أهلها. مرة جديدة رجعت نهلة القدسي إلى القفص الذهبي، وتجدد اللقاء مع حبيب العمر، واستشعرت صدمة الفقد برحيله عام 1991، وعاشت على ذكرى حتى رحيله عام 2015، لتكون رسالة الفراق بين محمد عبد الوهاب وزوجته نهلة رسالة تصلح لكل الأزمان ولمن يهون عليهم الود. قالوا لي أهاني الود عليه، ونسيك وفات قلبك وحداني. قالوا لي أهاني الود عليه، ونسيك وفات قلبك وحداني. رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. بودكاست قصة غنية.